علي ليلة عظيمة على أهل السماوات قبل أن تكون على أهل الأرض. لنذهب إلى مسجد الكوفة عند أمير المؤمنين. خليك عند بالكوفة وديك روح للنجف عند أمير المؤمنين، الذاك اللي تقرأ في زيارة تقول له السلام عليك يا أول مظلوم. ها أريد هل الونة الونة مالتك أريدها علي 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 يا أمير المؤمنين علي. ها جميع الشباب سمعني سمعني علي 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 علي. هالليلة عد أم كلثوم شو تقول له؟ تقول له علي علي. زينب تنادي يا حماي القمة، زينب تنادي يا حماي القمة، يا علي يا علي يا علي. زينب تنادي يا حماي القمة، زينب تنادي يا حماي القمة، يا علي يا علي يا علي. زينب تنادي يا حماي جميعا، زينب تنادي يا حماي القمة، يا علي يا علي يا علي. زينب تنادي يا حماي القمة، زينب تنادي يا حماي القمة، علي يا علي يا علي. بويا تدري باليتامى وش جرى، تصرخ بليل ونهار محيرة. بويا تدري باليتامى وش جرى، تصرخ بليل ونهار محيرة. انت يا عز القلوب الوالها، كلنا نصرخ بدموع جارية. زينب تنادي يا حماي القمة، يا علي ويا علي. زينب 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 تنادي يا حماي القمة، زينب تنادي يا خويا ابو الفضل، زينب تنادي يا خويا ابو الفضل. هذا بونا اليوم منا منفصل، شلون تصبر والقلب منا يحل، شلون تصبر والقلب منا يحل. دموعنا تجري عليه وما نمل، زينب تنادي يا حماي القمة، يا علي زينب زينب تنادي يا حماي القمة، شلون بيا والزمان وغدرته، شلون بيا والزمان وغدرته. من شفت راسك يا ابويا وصدرته، من شفت راسك يا ابويا وصدرته. ما دريتش صار بيا ولوعته، ما دريتش صار بيا ولوعته. شيبت راسي دمع عين جرى، زينب تنادي يا حماي الحمى، يا علي زينب تنادي يا حماي الحمى، يا علي يا علي يا علي.
طاحت اركان الديان طيحتك يا علي يا علي. طاحت اركان الديان طيحتك بالسما جبريل يهتف بالجرى من طحت يا بالحسن والدم جرى من طحت يا بالحسن والدم جرى يا علي صوابك هدم ركن السما زينب تنادي يا حم يا علي زينب زينب تنادي يا حماي الحمى يا علي يا علي انفجع بويا الشرع وبآياته انفجع بويا الشرع وبآياته ولبست ثياب الحزن ايامه راسك الطاهر تفايا ظهامه راسك الطاهر تفايا ظهامه تلوم روح القدس والينا زينب تنادي يا حم علي علي زينب يا حم يا علي يا علي زينب زينب تنادي يا حم ماي الحمى يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي الليل املاك السماء مرعوبة الليل املاك السماء مرعوبة كل قلب نار الحزن منشوبة شبيتك دم طابرتك مخضوبة شذيتك دم طابرتك مخضوبة مضرمة نار المصايب بالقلب زينب تنادي يا حماي الحمى زينب تنادي يا حماي الحمى يا علي يا علي لي يا علي يا علي لي زينب تنادي يا حماي الحمى يا علي يا علي يا علي يا علي صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي رسول الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أمير المؤمنين صلى الله عليك يا سيدي ويا عبد الله يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة غريب يا غريب مظلوم كربلاء ما خايا بمن تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم
يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لبس الإسلام لبس الإسلام أبراد السوادي يوم أرد المرتضى سيف المرادي ليلة أصبحت إلا وقد غلب الغي على أمر الرشاد والصلاح انخفضت أعلامه وغدت ترفع أعلامه شهر الله في حجة الله على كل العباد وببين جد له ساجدا ينشج من خوف المعادي يا علي يا علي قتلوا محرابه قتلوه وهو في محرابه طاوي الأعشاء عن ماء وزاد طاوي الأعشاء عن ماء حيث لا من منذر فينا ينا آيه
وحسين ما تمم صيامه. ما يا علي يا أمير المؤمنين أبو حسين ما تمم صيامه صيامه. أي والله لفاه العيد ولاده يتام بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. النبوة والرسالة والإمامة مصطلحات ثلاث إنما تطلق على الصفوة الذين اختارهم الله تبارك وتعالى. النبوة إنما تطلق على الذي ينزل عليه الوحي، والرسالة على الذي يبلغ الرسالة وما أوحي عليه من قبل الله تبارك وتعالى وما يسمى بالرسول. والإمامة بمعنى ما أنزل على ذلك الإنسان الذي وصل إلى مرحلة الإمامة، وأن له قيادة العالم وأن ينفذ أمر الله تبارك وتعالى على جميع البشرية وعلى كل البسيطة. كل ذلك إنما يدل على أن الله تبارك وتعالى في التعامل مع البشر جعل هذه المراحل لكل مرحلة إنما دلالة معينة. لما ننظر إلى إبراهيم خليل الرحمن بعد أن جعله الله تبارك وتعالى نبيا ورسولا، الله تبارك وتعالى أعطاه درجة الإمام أيضا. لذلك كان إبراهيم أمه. تنظر إلى رسول الله إضافة إلى درجة النبوة والرسالة، الله تبارك وتعالى أعطاه درجة الإمامة. إذن درجة الإمامة عند الله تبارك وتعالى من حيث المسؤولية والمنزلة والدرجة تعتبر أعظم من درجة النبوة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما يتفوق على الأئمة المعصومين بدرجة النبوة والرسالة والإمامة. فأهل البيت على هذا التقسيم يعتبرون أفضل من الأنبياء جميعا إلا من رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. فالرواية أنه جاء رجل يهودي إلى رسول الله وصار ينظر إلى الرسول بحدة. التفت إليه الرسول قال له: يا رجل ماذا تريد؟ قال: يا محمد، هل أنت أفضل من موسى بن عمران؟ موسى بن عمران الذي كان يكلم الله، موسى بن عمران الذي انفلق البحر له، موسى بن عمران الذي واجه أولئك السحرة، موسى بن عمران الذي له هذه الصفات، لم تكن لك هذه الصفات، فهل أنت أفضل من موسى بن عمران؟ فقال له رسول الله بما معناه أنه: لا أزكي نفسي، ولكن آدم كما نقول نحن لما ترك الأولى ارتكب معصية ليس بمعنى الذنب، وأنما كان الأفضل أن لا يعمل، عصى ربه بمعنى ليس المعصية الذنب الذي يتوهمه الإنسان مخالفة الباري، لا، وأنما كان الأفضل أن لا يرتكب. أن آدم لما قام بهذا العمل واقترب إلى الشجرة، الرواية تقول رسول الله يقول: فقد توجه إلى الله وقال: اللهم إني أسألك بمحمد وآل محمد إلا ما تبت علي. وأن نوح لما كان راكب في السفينة وأوشكت السفينة على الغرق
توجه إلى الله تبارك وتعالى قال إلهي إني أسألك بمحمد وآل محمد إلا ما أنجيتني. وأن عيسى توجه إلى الله تبارك وتعالى وقال اللهم إني أسألك بمحمد وآل محمد إلا ما خلصتني. وأن موسى أيضا طلب من الله تبارك وتعالى أن ينجيه لما قال اللهم إني أسألك بمحمد وآل محمد. إذن قضية الإمامة وقضية الرسالة والعلاقة الوطيدة، حتى الرواية تقول لما أعرج برسول الله إلى السماء، طبعا لم يكن معراجا واحدا، الإمام الصادق يقول 120 مرة أعرج برسول الله إلى السماء. كلما كان يعرج برسول الله إلى السماء رسول الله يقول كنت أنظر على كل بوابة من أبواب السماوات السبع مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله. وأن الله تبارك وتعالى أخذ من الأنبياء عهدا بتوحيده وبنبوة محمد وولاية علي سلام الله عليهم. إذن هذه الدرجة وهذه منزلة جعل الله تبارك وتعالى لأمير المؤمنين، بل أكثر من ذلك. الآن لو نظرت إلى الآية القرآنية تقول اليوم أكملت لكم دينكم، بمعنى الإمام الصادق سلام الله عليه يفسر هذه الآية يقول أن هذه الآية تدل على أن آخر فرض جاء في الإسلام ولم يأتي بعده فرض هو فرض الولاية، وهذه الآية دليل ودلالة تامة على أن الدين بذلك المفهوم الواسع والمفهوم الكبير، الدين الذي أنزل على رسول الله والذي بلغه رسول الله في 23 عاما وتحمل الألم واجتهد رسول الله وكل ما عانى الرسول، الله يقول اليوم يعني في غدير خم يا محمد لولا أنك لم تبلغ برسالة علي لما بلغت هذه الرسالة، لو أن الولاية لم تتم للناس لما كان الأمر يصل إلى حقيقة الأمر. من هنا تنظر أنه القرآن يقول، والقرآن صريح في كلامه يقول اليوم أكملت لكم دينكم. إذن بولاية علي هل نتمكن أن نتصور القرآن من دون علي؟ غير ممكن. هل نتصور محمد صلى الله عليه وآله من دون علي؟ غير ممكن. هل بإمكاننا أن نتصور الذهاب إلى بيت حج الله الحرام من دون علي؟ لا، لا الطواف ولا السعي ولا منى ولا عرفات. من هنا يقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه لما يقف أمام الطاغية يزيد بن معاوية يقول من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أعرفه بنفسي أنا ابن مكة ومنى. ملتفت يقول أنا ابن مكة، يعني يا يزيد أنت وأعوانك، أنت اللي رفعت رأس الحسين على الرمح، أنا ابن مكة، يعني الذي يذهب إلى مكة من دون ولايتنا الأمر لا يكفي ولن يتم. ولاية علي فرض جعلها الله تبارك وتعالى. روح الآن، روح إلى الروايات وإلى الأخبار، ماذا تقول؟ خلينا نكمل الآية. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. القرآن انظروا إلى كل مفردة النعم أو النعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. شوفوا كل نعم، عبارة النعمة الموجودة في القرآن الكريم تتحدث ليست عن النعم الأخروية، ما تتكلم عن عالم الآخرة، ما تتكلم عن العالم اللي هو بعيد عن متناول اليد. كل النعم اللي يذكرها القرآن إنما ترتبط بالدنيا، بهذا العالم اللي نحن الآن نعيش فيه. الآن تعال وأتممت عليكم نعمتي، يعني ماذا؟
يعني ولاية علي بن أبي طالب. التفتوا جيدا، النعم الإلهية، يعني الله تبارك وتعالى جعل في علي وفي ولاية علي وفي تنصيب علي للإمامة والولاية أن الناس النعم، حتى النعم تتم على الناس، ولكنهم رفضوا ولاية علي بن أبي طالب فوقعوا في مصيبة وفقر وابتلاء إلى يوم القيامة. شوف الرواية ماذا تقول. سلمان يقول لذلك الرجل: قم من هذا المكان ليجلس فيه علي بن أبي طالب. لماذا؟ يقول، شوف العبارة: لكي يعيش الناس رغدا إلى يوم القيامة. شوف القرآن، شوف اليوم المعجم اللغة، رغد يعني ماذا؟ سلمان المحمدي يقول له الكلام، يقول له علشان الناس، لو كان الأمر لعلي بن أبي طالب الناس يعيشون رغدا، يعني فقر ماكو، ظلم ماكو، حرمان ماكو، يعني أي بلاء وابتلاء ماكو إلى يوم القيامة لو كان الأمر لعلي. ولكن الناس، هذا أمر واضح، هذا جلي. حتى شوف الرواية عند الإمام الصادق أهل البيت، الروايات تدل على أن ولاية الإمام أمير المؤمنين هي مربوطة قضية تكوينية. الولاية مو قضية أنه الإنسان عنده عقيدة بالقرآن وبرسول الله وعنده عقيدة بأمير المؤمنين، لا، الأمر أكبر من ذلك. الأمر أكبر، الأمر يرتبط بولاية الإمام أمير المؤمنين، والولاية مرتبطة بالكون، وأن الله ينزل الرغد والنعمة الوافرة والخيرات والبركات من السماء والأرض بعلي أمير المؤمنين. ولكن الناس حرموا أنفسهم من علي بن أبي طالب. متى هذا الرغد رح نشوفه؟ إن شاء الله في دولة بقية الله الأعظم. الإمام الحجة المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، لما يأتي ويظهر الإمام ويقضي على الكفر وعلى أدلة الكفر، فالعالم كله والكرة الأرضية بأكملها تنادي علي ولي الله، انتماء إلى القرآن وإلى رسول الله وإلى أمير المؤمنين سلام الله عليه. الروايات تقول أن قضية الإمام عجل الله تعالى فرجه إنما ينتهي الأمر إلى أن الأمة في عصر بقية الله الأعظم إنما يكون الولاء وعلي بن أبي طالب. شوف حتى الفترة، شوف الفترة، علي بن أبي طالب اليوم تسأل أي واحد من عموم المسلمين تقول له من وفاة رسول الله إلى 30 سنة إلى 25 سنة شنو الأمر هذا كان؟ لمن كان الأمر؟ المشكلة اليوم إحنا حتى اليوم اللي يدخلون في نظام المعلوماتية واللي يدخلون إلى النت ويدخلون إلى كل هذه وسائل الاتصال الحديثة، من تويتر إلى الفيس إلى كل هذه أدوات الاتصال الحديثة، تشوف عنده مشكلة. المشكلة أنه ما يتكلم معاك بمنطق. اليوم المشكلة عندنا السب صار هو الأساس، إهانة الآخر هو ذلك، تعطيل العقل والمنطق هو الأساس. شوف الإمام أمير المؤمنين، شوف علي بن أبي طالب والحكم. اليوم إذا رحت إلى الصين تشوف الصين قرابة 1 مليار من البشر تحكم عليهم، تروح إلى الولايات المتحدة تلاحظ هنالك أكثر، خلينا نقول داخلها وخارجها أكثر من 300 مليون، ولكن حكومة علي بن أبي طالب كانت أكثر من كل هذه الدول. القوة والقدرة التي كانت لأمير المؤمنين، شوف في هذه الفترة اللي منظمة الأمم المتحدة تجعل معاهدة الإمام أمير المؤمنين إلى عثمان بن حنيف نظاما لها. لماذا؟ لأنها لم تجد كنظام علي بن أبي طالب. شوف هذا هو الإمام أمير المؤمنين، هو هذا علي بن أبي طالب. تعال شوف هذه القوة، تعال شوف هذه القدرة اللي الله تبارك وتعالى أعطاها لعلي، والناس ضيعوا علي بن أبي طالب، لم يستفيدوا من الإمام أمير المؤمنين. وما زال العالم اليوم المشكلة شنو؟ اليوم صار بيها عداء،
وصارت بها طائفية، وصار اليوم علي بن أبي طالب أيضا محسوب على طائفة. وقال علي بن أبي طالب، شوف ذاك المسيحي يقول: جلجل الحق في المسيحي حتى عد من فرط حبه علويا، فإن لم يكن علي نبيا فقد كان خلقه نبويا. يعني قضية الإمام أمير المؤمنين لا تحصرها بشخص، لا تقل شيعة هواة علي، إن في كل منصف شيعيا. هو هذا المنطق، هو هذا المبدأ. لذلك تلاحظ الإمام أمير المؤمنين في تلك المرحلة، الرواية تقول 4 سنوات و7 أشهر علي استلم زمام الخلافة، وبدأت الصراعات والمشاكل، وبدأوا المنافقون اللي القرآن الكريم يتحدث عنهم، وكانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حاولوا أن يقفوا حجر عثرة أمام الإمام أمير المؤمنين. فمن الجمل إلى النهروان وإلى صفين، وصفين اللي طولت الحرب أشهر عديدة، والدماء التي أريقت، هذه كلها مسؤولية. مع كل ذلك أشوف علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه عند هذه القوة، وتشوف الطرف الآخر يعمل جيش بجنب يسمى بجيش أهل الردة، مواجهة أهل الردة، فيقتلون الكل وإن كان صحابيا، بس ما حد ما يقدر يتكلم، لأنه هو ذاك الشخص يقود. من الذي يقود هذا الجيش لمواجهة أهل الردة؟ خالد بن الوليد. وشوف خالد بن الوليد شنو سوى، شوف التاريخ. خالد بن الوليد كان يمسك الإنسان من شاهق، كان يلقونه من المرتفعات عالية إلى الأرض، فكان يتقطع وتهشم، كانوا يحرقون بالنار، كانوا يقطعونه أربا أربا ويلقونهم في الآبار، بس ما عاد واحد يتكلم. ولكن الإمام الحسين علنا يزيد وجيشه وقواته يأتون إلى قتل ابن بنت رسول الله، ويرفعون رأسه على وين؟ على الرماح، من بلد إلى بلد، ويوصل إلى يزيد، يقول لك: لا، يزيد مبرأ من العمل هذا، ولازم أنا أسكت. يا بل ليش أسكت؟ هذا هم بيسب وشتم، هذه حقيقة لازم أعرفها، هذا مبدئي، هذا منطلقي، هذه العقيدة اللي نعتقد فيها. علي بن أبي طالب كل هذا الظلم وكل هالجريمة التي وجهت لأمير المؤمنين في الجانب السلبي، تعال روح شوف جانب الإيجابي لا يحصى. يا علي لولا أني أخشى أن تقول فيك طوائف ما قالت النصارى في المسيح ابن مريم، ما مررت بملأ من الناس. هذا اللي يقدر، هذا اللي يفهم منه علي، هذا اللي يعرف عظمة علي، هذا اللي يدري من هو أمير المؤمنين. ما مررت بملأ من الناس إلا وأخذوا التراب من تحت قدميك. مو ذول الخوارج اللي يأتون يقفون أمام الإمام أمير المؤمنين يقولون: لا حكم إلا لله، وأمير المؤمنين يقول كلمة حق يراد بها باطل. من هؤلاء الناس؟ هسه الآن تقول الواجهة، هذول كانوا سادة القراء، شنو قيمة سادة القراء؟ على جباههم آثار السجود، شو تفيده؟ رسول الله يقول: لو أن العبد عبد بين الركن والمقام، يعني عند بيت الله الحرام، مو عابد ببيته، عابد بين الركن والمقام 1000 عام ثم 1000 عام، وليس في قلبهم مودتنا، مو بغضنا، لا، المحبة ما هو وجود في قلبه، أكبه الله على منخريه في نار جهنم. ما في مجال. قضية الولاية والإمامة إنما هي أساس، مهما اليوم سوى مؤتمرات لتقريب المذاهب ما يخالف، ماكو مشكلة. اليوم هذا العالم، احنا من قبل كنا ندعو إلى التعايش، وهذا التعايش موجود، المسيحي موجود، أهل الكتاب موجود، المذاهب موجودين، ولكن ما أسمح لإنسان يتعرض إلى مبدئي وعقيدتي. على أي أساس يتم اليوم الدفاع عن يزيد بن معاوية؟ يا بليش، على أي أساس؟ تعال هذا التاريخ شوفه، شوف هذه الأسس اللي مشوا فيها. لازم أنا كل هذا أشوفه وأسكت وما أتكلم؟ ولكن الإمام أمير المؤمنين رغم ما كل المحاولات، التاريخ يقول أنه كان حاكم على خارطة اليوم على 50 دولة. لتصور الكوفة والبصرة والمدينة، لا، 50 دولة كان أمير المؤمنين حاكما عليها.
وكان يقودها الإمام. بس رغم كل ذلك أشوف علي بن أبي طالب عنده سجن، ما كان عنده سجن، علي أمير المؤمنين. الإمام علي الخوارج كان يقدر ينتفهم علي بن أبي طالب، ولكن أمام الإمام يقفون. أمير المؤمنين يدخل للمسجد يصلي صلاة الجمعة، يجون يتظاهرون أمام علي بن أبي طالب، يقولون الحكم لله وليس لك يا علي. الإمام يطالعهم يضحك، هذا أمير المؤمنين. ابن كوى يقف أمام الإمام ويسمع خطبة الإمام أمير المؤمنين، بلاغة أمير المؤمنين. هذا نهج البلاغة احنا هجرناه وتركناه وما عندنا خبر عنه وما ندري وين صاير، ما ندري شنو أبعاده. عندنا هذه الجوهرة من كلام أمير المؤمنين، ضيعنا أهل البيت، ضيعنا علي بن أبي طالب. والدليل أننا نتوجه إلى الحسينيات في المناسبات فقط، ولكن بقية السنة ما عندنا علاقة بأهل البيت. ديوانيتي أهم، علاقاتي أهم، راحتي الشخصية أهم، ولكن أولادي وعيالي وين يتوجهون أفكارهم مبادئهم؟ تشوف أنه كل حياتنا صار لهو ولعب، كل أوقاتنا أولادنا المراهقين. أنا ما أقول الشاب لا يروح للنادي، خليه يروح للنادي، خليه يلعب، خليه يستانس، ماكو مشكلة. ولكن أيضا أخصص له، وهذه مسؤولية الآباء والأمهات، مثل ما أنه الشاب يهتم بشراء الثياب وعطوره ويعرف شلون الزقرة يطلع برا، هذا يعرف لزين. وهكذا البنت لازم اليوم عقيدتنا أن تتشرب فينا، تعرف عقيدتك، تعرف مبادئك، تعرف الأسس هذه. إذا أنت الأب تعرف، اليوم شبابنا مو لازم يعرفون، مو هذه أسس. وين أمير المؤمنين؟ بس أنا علي بن أبي طالب موالي لعلي، بس وين الولاء؟ وين الانتماء؟ وين آثار الانتماء لأمير المؤمنين سلام الله عليه؟ أنت شوف الأصحاب، هشام بن الحكم 16 سنة عمره بس بطل في مدرسة الإمام الصادق سلام الله عليه. شوف محمد بن مسلم، شوف زرارة، جابر بن يزيد الجعفي، شوف الأبطال اللي شلون الحسين طلع على 70 واحد 72، من وين طلعهم الإمام الحسين؟ احنا تدري شنو مشكلتنا؟ نذكر مصيبة أهل البيت وعبرنا عن المصيبة. تعال شلون الإمام جعل وهب رجل نصراني، الإمام الحسين حوله وحول تغير إلى أن أنه يبدي بنفسه بين يدي أبي عبد الله. ترى قتل النفس مو شيء سهل. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يوصل رسالة في هذه الليلة، وهذه رسالة الإمام أمير المؤمنين لكم جميعا كبارا صغارا، سيما الشباب. ترى اليوم عليك مسؤولية وأنت تحاسب عليها في الدنيا وفي البرزخ وفي يوم القيامة. علي بن أبي طالب ما يريد انتماء بالاسم، علي بن أبي طالب ما يريد تظاهر بالاسم، علي بن أبي طالب ما يريد استكر أخلي على سيارتي، ولا أخلي خرجة خضرة بسيارتي، ولا أنه تظاهر بولائي لعلي، ولكن سلوكي تخالف سلوك أهل البيت سلام الله عليهم. رسالة أمير المؤمنين هذا العظيم، أمير المؤمنين للسماوات تعظم علي بن أبي طالب، السماوات تجلل أمير المؤمنين. شوف الروايات اللي تحكي عن رسول الله، علي الذي تربى عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أول ما كان وليد، اليوم الثالث منذ ولادته، علي نطفته انعقدت من فاكهة الجنة، وهذه فاكهة الجنة كانت فاكهة قدمها رسول الله إلى فاطمة بنت أسد، شيء من الرطب أكلت فاطمة وأكل أبو طالب، انعقدت نطفة علي من ثمار الجنة. أول ما ولد في الكعبة كان 3 أيام أمه فاطمة ترضع وكانت تأكل من فاكهة الجنة. أول ما طلع استقبله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يسلم على رسول الله على سيده ومولاه، يقول بسم الله الرحمن الرحيم. تسمع يا الموالي لك الكلام، قد أفلح المؤمنون. الذين هم في صلاتهم، كمل، الذين هم في صلاتهم خاشعون. أمير المؤمنين، أنت المؤمن، أنت الشاب،
يوصيك بهذه الصلاة. يعني شنو الصلاة؟ الصلاة يعني الدين. شوف هنالك أكثر من ثلاث روايات. الروايات أول رواية شوف الإمام ورسالة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ترى المسيحي يفتخر به والبوذي يفتخر به وكل الديانات تفتخر بأمير المؤمنين، وأنت تفتخر بأمير المؤمنين، بس ما يكفي سلوك اليوم. اليوم الشاب لازم يشوف وين ما يروح، يروح للنادي لازم ما ينسى علي بن أبي طالب، طب القهوة يشيش لازم ما ينسى علي بن أبي طالب، راح إلى لندن وإلى سويسرا ما ينسى علي بن أبي طالب. وين ما تروح كن علي بن أبي طالب في قلبك، علي بن أبي طالب لازم ما ننسى وين ما نذهب. أحبة الشباب لازم علي بن أبي طالب يكون في قلبك، ترى مو يوم من الأيام تنسى أمير المؤمنين، لا علي بن أبي طالب ما ينسى. علي بن أبي طالب مع الدم يجري في عروقنا والعالم كله يعرف واحد اللي ينتمي لأمير المؤمنين، تشوفه تجيب له اسم أمير المؤمنين تغير وضعه، لأنه شرب هذا اللبن الطاهر، شرب فيه حب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا المرأة اليوم عندنا مشكلة يا ناس، والله عندنا مشكلة. اليوم الحجاب بمقدار ما نتكلم عنه بمقدار ما أنه مجتمعنا قاعد يعرض أكثر. ليش هذه المشكلة؟ وين هذا؟ مو هذا ديننا؟ مو هذا دين علي؟ مو هذا دين محمد؟ مو هذه رسالة الحسين؟ مو هذه رسالة الإمام الحجة؟ مو هذا الدين اللي نزل علينا؟ ولا دين آخر اللي احنا فيه؟ احنا ليش مشكلة الحجاب ما قاعد تنحل عندنا؟ وين الإشكالية؟ الإشكالية بالطعام؟ الإشكالية بإيصال الفكرة؟ وإلا بالشهوات والغرائز النفس الأمارة الشياطين الجن والإنس الإعلام المضلل؟ وين مشكلتنا اليوم؟ ليش اليوم الحجاب حجاب ناقص؟ ليش الحجاب مو حجاب حقيقي؟ ليش اليوم الاحتشام ما موجود؟ ليش الخوف من الله ما موجود؟ ليش التجرع على الله موجود؟ ولا ينزل البلاء علينا، والله ينزل البلاء علينا، بس ما تدري شنو البلاء. البلاء اللي ينزل علينا ينزل علينا، ولكن يبقى الإنسان الله يعطيه فرصة يعطيه مهلة. ليش اليوم هذا حجابنا المكياج؟ ليش هذا الشعر؟ ليش هذه الملابس الضيقة؟ ليش اليوم البنت لما تذهب إلى المجال العلمي والثقافي والمعرفي تنسى إيمانها وعقيدتها؟ أنا أخجل ألبس عباية بالجامعة، أفتخر أكون بالجامعة وألبس عباية على الرأس. ليش؟ أنا ما أقول عباية الكتافية إذا كانت ساترة ما أقول محرمة، بس ذاك وقارنا، المرأة تمشي بوقارها. هذا الدين اللي يحكي فيه علي بن أبي طالب، هذا الدين اللي رسالة أمير المؤمنين. شوف تعال تعال شوف علي بن أبي طالب شو يريد من عندي ومن عندك. واليوم احنا ما نريد نحضر ليلة القدر، وهذه ليلة علي، ليلة أقدارنا. 15 شعبان انكتبت أعمالنا، بعد ما أدري أنت ليلة 15 شعبان وين كنت، ما أدري. أحييت تلك الليلة، سهرت بالدعاء والاستغفار والتوجه إلى الله، ما أدري وين كنتوا، كل إنسان وين كان ما أدري، بس كنت أنا عند الحسين سلام الله عليه. أحيينا تلك الليلة إلى الفجر عند صحن أبي عبد الله الحسين. كل إنسان كان في مكان يقين. أتمنى إن شاء الله وهذه الوجوه المنورة بالإيمان، أحييتم الليلة بذكر الله تبارك وتعالى، يصدر القرار الإلهي في 15 شعبان، لأن تأتي بعد ليلة القدر في الأهمية. الليلة أو الليالي القادمة يأتي الإمضاء، يعني الكتاب طالع بس باقي الإمضاء. الله يقول لك يا ابن آدم تقدر تتدخل في قدرك الليلة. شلون تتدخل؟ بالدعاء إلى الله. اليوم الله معطينا فرصة، تعال لا تضيع هذه الفرصة، خلي نستغل هذه الفرصة. السنة راحت من عندي، لا أضيع السنة هذه، خلي هذه السنة أستفيد من عدها، أستغل. ترى ثواني لحظات. الحر شنو يقول؟ يقول للمهاجر ابن أوس أخير نفسي بين الجنة والنار.
اليوم الإنسان لحظات اللي مرت عليه الله يقول لك أعمل لك مسح عليهم كلتهم، أسوي فورمات كاملة إلى ملفاتك، تعال افتح الليلة صفحة وياي. هذه الليالي اترك أي عمل عندك، أي التزام عندك، الليلة وهالليالي القادمة خصصها إلى آخرتك يا ابن آدم. يا مسكين اتكلم عن نفسي، فكر بآخرتك. شوف اليوم المقابر، أول أمس شاب كل شيء ما فيه، حادث راح، أول أمس كان ويانا اليوم ما موجود، أمس كان اليوم ما موجود، اليوم موجود بكرة ما موجود. العلم بيد الله، خلينا نعتبر، فاعتبروا يا أولي الأبصار. خلي واحد يعتبر من هذه الأيام، وخلي نستغل هذه اللحظات. ما أدري تجي هاللحظات ما تجي، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إنها كلا إنها كلمة أخي ابن آدم، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذا اللي أمير المؤمن يريد من عندك الليلة، هو هذا الأمر، هذا الأساس. رسول الله الرواية تقول أنه تحدث في شهر رمضان عن هذا الشهر الفضيل، يتقدم إلى علي بن أبي طالب يرد يوصل رسالة إلى شيعته، قال له يا رسول الله ما أفضل العمل، ترى أيام معدودة وانتهى، ما أفضل العمل في هذا الشهر، تسمعوني شباب؟ قال الورع عن محارم الله، ابتعاد عن المعاصي عن المحرمات، ليكن شهر رمضان ومحرم صفر، أبدي أبتعد عن المحرمات وبعدين أرجع لها. خلي يكون، طبعا أقول لك الغريزة قوية والشهوات قوية والشيطان قوي، اليوم الشيطان قبل بس إبليس وجنوده، اليوم الإعلام صاير شيطان، الفيس صاير شيطان، تويتر صاير شيطان، اليوم النت صاير شيطان، الفضائيات شياطين، تروح بالمجمعات شياطين وين ما تروح، ولكن يبقى الإنسان المؤمن شي يقول؟ قال معاذ الله، احفظ نفسك إيمانك. ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أرد أوصل إلى نتيجة، قال يا رسول الله لماذا تبكي؟ قال لما يجري عليك في هذا الشهر، أنك تقتل في هذا الشهر. شوف أمير المؤمنين، قال أفي سلامة من ديني يا رسول الله؟ تسمع شبابنا، تسمع شي يقول أميرك أبو الحسن، شي يقول؟ يقول أفي سلامة من ديني يا رسول الله؟ قال بلى في سلامة من دينك. هذه مرة. مرة ثانية رسول الله يقول لعلي بن أبي طالب خلينا نطلع من المدينة. طلع رسول الله مع أمير المؤمنين خارج المدينة، شوية تأمل الرسول، شوية هيك انتظر، وبعدين صارت تجري دموع الرسول. قال له علي بن أبي طالب، ها يا رسول الله ليش تبكي؟ قال أبكي لأنك يأتي أشقاها فيضربك على رأسك. التفت أمير المؤمنين قال يا رسول الله أفي سلامة من ديني؟ قال بلى في سلامة من دينك. تسمع رسالة الإمام، هذا الدين، هذا مو بس ولاءك، ولاءك عظيم، بس دينك ابتعاد عن المحرمات وأتيان الواجبات. لا تنسى، ترى اليوم لازم الإنسان يحافظ. بعد أعطيك رواية ثالثة، رسول الله قبل أن يرحل من هذه الدنيا قال له يا علي تعال عندي اليوم، عندي موضوع خاص، اتكلموا يا أمير المؤمنين ما سيجري عليه من المصائب. بعد رحيل رسول الله بعد جاب له فاطمة الزهراء وما جرى على السيدة الزهراء ومن المصائب من المحن، بعدين قال له يا علي وأنت تضرب على رأسك، يا علي أنت تقتل أيضا. أمير المؤمنين، شوف رسول الله يبكي على علي. ثم قال علي أفي سلامة من ديني يا رسول الله؟ قال بلى في سلامة من دينك. هذه الرسالة اليوم بالليل، ترى أرد أختصر الليلة هذه في هذه الكلمة، كيف أحافظ على ديني؟
أمير المؤمنين يحافظ يقول له من هو علي بن أبي طالب؟ علي بن أبي طالب نفس رسول الله، علي بن أبي طالب اللي عنده المكانة وهالعظمة وهالدرجة عند الله تبارك وتعالى. علي أمير المؤمنين زوج الزهراء، أول الناس إسلاما. علي ولد في بيت الله ورحل في بيت الله. علي بن أبي طالب يقول أفي سلامة من ديني؟ أنا وياك شنو لازم نقول؟ شوف أمير المؤمنين يفكر بالدين، هذا الدين اللي عندنا، ترى ذخيرتنا في الدنيا هو هذا الدين. رسالة علي بن أبي طالب هذه الليلة لكم أحبتي أن نحافظ على ديننا في الحسينية، في البيت، في الشارع، مع أصدقائك. لازم يكون عنوان الدين عنوان يحافظ الإنسان على نفسه. زين شلون أحافظ على ديني؟ أي شيء، خلي عندك عنوان اسمه مرضاة الله. أي عمل تشوف فيه مرضاة الله سويه. أي عمل إذا ما فيه مرضاة الله لا تقبل على ذلك. لذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، تعال شوف أنت لما كيف يسعى وهو الحاكم الأعلى في زمانه. أمير المؤمنين شوف جارية وين قاعدة في الكوفة، قاعدة على الأرض تبكي. علي يجعد هذه الجارية، ها جارية شفيك ليش تبكين؟ قالت يا أمير المؤمنين أنا أهلي بعثوني أشتري تمر، رحت اشتريت التمر ورجعت قالوا هذا التمر رديء انت جبتي رجعي، رحت ارجع ما قبل الرجل. فذهب امير المؤمنين مع هذه الجارية الى بائع التمر، لما نظر الى امير المؤمنين قال على السمع والطاعة يا امير المؤمنين، رجع التمر وراح الامام. بعد ساعة رجع يشوف الجارية، اذا جارية وحدة، يعني اليوم ترى احنا سلوكنا بعيد عن علي بن ابي طالب، جارية وحدة قاعدة بنت صغيرة، راح الامام ورجع وشافها قاعدة تبكي، ها ليش ما رجعتي؟ قالت اخشى ان يوبخوني اهلي اذا رحت الى الدار. اخذها امير المؤمنين راح طرق الباب، قال السلام عليكم يا اهل الدار، بس سمعوا صوت امير المؤمنين انقلبوا اهل الدار، قالوا وعليك السلام يا امير المؤمنين، قال ان هذه البنت تأخرت عليكم، قالوا يا امير المؤمنين هي حرة لممشاك. الناس عندهم العلاقة مع الإمام أمير المؤمنين وعندهم هالمحبة وعندهم التعلق بأمير المؤمنين. يشوف امرأة الكوز على ظهرها، علي بن أبي طالب يشوف امرأة بهذه الحالة بأبي هو وأمي، يشيل هذا الكوز من المرأة يقول دليني على الدار. توصل إلى الدار أمير المؤمنين، يوصل إلى دار تلك المرأة هي ورايحة تقول وين علي بن أبي طالب؟ سأل لها ها لماذا تسألين؟ ما عرفت هذا أمير المؤمنين، قال الزوج قتل في الحرب وما سأل عن. شوف أمير المؤمنين وانشغال علي بن أبي طالب. راح الإمام اليوم الثاني جاب لها مجموعة من الطحين وما أشبه ذلك، وقف على باب الدار، من الطارق؟ ماكو واحد يطرق باب بيتنا. قال لها، ما قال أنا علي بن أبي طالب، قال أنا ذلك الرجل. دخل أمير المؤمنين وعدها أطفال، قال لها أنا أخبز وأنت تلعبين أو بالعكس؟ قالت لا أنا علي بالعجين والخبز وأنت ألعب مع الأطفال. وإذا بأمير المؤمنين أبو الحسن، هذا علي بن أبي طالب هو البكاء في المحراب ليلا، هو الضحاك إذا اشتد الحراب. يا قالع الباب التي عن هزها عجزت أكف 40 و40. أمير المؤمنين بهالمكانة، المرأة تخبز طلع دخان، الجارة تصورت ان احترق الدار، هذول ما عندهم شيء علشان يعملون شيء يخبزون. دخلت الى الدار، شافت امير المؤمنين جالس مع الاطفال يطعم الاطفال بيده، التفت الى المرأة، التفتت الى جارتها، قالت لها تدرين منو هذا؟ تدرين منو هذا؟ هذا علي بن ابي طالب امير المؤمنين. جت تركض أبو الحسن، يا أمير المؤمنين سيدي أنا أعتذر. قال أمة الله الأمر إليك. لذلك تشوف أمير المؤمنين دائما موجود مع هؤلاء الأيتام، موجود مع الهرامل. ما كل يوم علي بن أبي طالب يشوف واحد ضعيف
الشريف وتشوف علي بن أبي طالب شنو يأكل في شهر رمضان. الرواية تقول أن أمير المؤمنين كان يفطر كل ليلة عند واحد من أولاده. تسأل بعد ليش؟ هو يريد لسؤال، لأن بعد الزهراء سلام الله عليها علي بن أبي طالب كل يوم بمكان، يوم اللي كانت الزهراء على تلك الآلام، ولو أن الزهراء كانت على فراش المرض، ولكن أبو الحسن يشوفه يشوف الزهراء أمامه يتسلى بوجودها، ولكن هالشمعة راحت، وين نفسي على زفراتها؟ بعد ما بقت الزهراء، بعد الزهراء أمير المؤمنين كل يوم مكان، وين يروح على قبرها ويقعد على قبرها ويقرأ القرآن؟ وهذا السيدة الزهراء ما حد ما يدري وين قبرها، وبعدين روح عند بناته كبرها زينب صغيرة، تجي عندها أبا أين أمي فاطمة؟ لذلك كل ليلة كان مكان، ليلة عند الإمام الحسن يفطر في شهر رمضان، ليلة يفطر عند الإمام الحسين، وليلة عند السيدة زينب. هذه الليلة اليوم يا الموالي أريدك تروح الليلة وين؟ للكوفة. لا تقعد لا طالعني إليها، الليلة روح للكوفة عند أمير المؤمنين. وين؟ هذه الليلة يفطر أمير المؤمنين عند ابنته أم كلثوم. تقول أم كلثوم: جئت إليه بخبز من الشعير وجئت إليه بلبن، قال: ابنتي متى رأيت يأكل أباك إدامين؟ تقول: أردت أن أحمل الملح، قال: أحمل اللبن. ففطر أمير المؤمنين تلك الليلة على خبز الشعير وعلى الملح. لما أتم الطعام قال: الحمد لله رب العالمين. تقول مولاتي أم كلثوم: وإذا بأبي خرج خارج الحجرة، صار ينظر إلى السماء، قال: والله إنها الليلة. هل بيكم يا الموالين؟ إن شاء الله أقرأ لك يوم بمسجد الكوفة هناك عند الضربة. وإذا بأمير المؤمنين قال: إنها الليلة. وإذا بأم كلثوم جاءت عند أبيها أمير المؤمنين: ها أبا يا علي، بويا شوفك اليوم متغير، بويا ها شنو اللي صاير؟ قال: أبتاه، أباك قد قاتل الأبطال ولم يدخل في قلبه رعب كهذه الليلة، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تقول أم كلثوم: فنظرت إلى أبي بين راكع وساجد، فغفى غفوة ثم قام نظر إلى السماء، قال: والله إنها الليلة، إني لا كذبت ولا كذبت. ها أبا ليش تفكر بذلك؟ قال: بني لقد جاءني رسول الله في عالم الرؤيا، قال: يا علي أنا وهذا أخوك جعفر وهذا عمك حمزة، كلنا مشتاقون، مشتاقين لك أبو الحسن الليلة هذه. ها أريدك هاي النياحة توصلها للنجف، ها طلع نياحتك الليلة، خليك ويا زينب، قل لها: مولاتي يا زينب، أولي على قلبك يا زينب، مولاتي يا زينب، الليلة كلتنا قاعدين، حسينية آل أبو حمد، هالناس هالمؤمنين جايين هالليلة نواسيك يا زينب. لذلك بقى أمير المؤمنين إلى الفجر. بعد ذلك أراد أن يخرج علي
علي بن أبي طالب. تهيئ الإمام يذهب إلى الصلاة. لما أراد أن يخرج الإمام مسكته من أم كلثوم: أبا لا تخرج، أبا إلى أين أنت ذاهب؟ قال: أبا اتركيني. ذهب أمير المؤمنين، نزل إلى ساحة الدار، وإذا لها مجموعة من طيور الأواز كأن الحيوانات هذه هم حست بعلي وقفت أمامه، صارت تصيح بوجه الإمام. وعلي يقول: صوائح من بعدها نوائح. أيوة إماما، إلك إلك. أيوة سيدة. أيوة مظلومة. أمير المؤمنين وصل إلى الباب، الباب ما تنفتح لعلي بن أبي طالب. عالج أمير المؤمنين إلى أن فتح الباب، أراد أن يخرج، حزام الإمام انفتح، علق بالباب، صار يشد حزامه يقول: اشدد حيازيمك للموت. هنيئاً، ها خاطرك تكون بالنجف الليلة هذه، تكون يم إمامك وتصرخ وتبكي: عد علي، وصيح يا علي. اشدد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك. طلع أمير المؤمنين، راحت مولاته أم كلثوم: حسن حسين، لقد سمعت من أبي كذا وكذا. قام الحسن والحسين اجوا يهرولون خلف أبوهم عليها: أبا يا علي، وين رايح أبا؟ قال: ولدي حسن، ولدي حسين، ارجعوا، أقسم عليكم برسول الله، ارجعوا. رجع الحسن والحسين، أمير المؤمنين دخل إلى المسجد. أيوة إماما، أيوة عليا. وإذا وقف يؤذن بالناس: أيها الناس، الصلاة الصلاة. يقول الراوي: صعد الإمام إلى المأذنة وصار ينادي ويكبر: الله أكبر، الله أكبر. دخل صوت الإمام في كل بيت من بيوت الكوفة. نزل علي بن أبي طالب، قوم الناس للصلاة، وصل إلى اللعين بن ملجم نائم على بطنه وقد أخفى السيف تحته. أقال: قم للصلاة، أي رزية ترتكبها؟ ذهب أمير المؤمنين: أجركم الله. وقف في محرابه، وإذا بإمامكم رفع يده للتكبيرة. كبر أمير المؤمنين: أجركم الله. أيوة إماما، أيوة سيدا. وإذا بأمير المؤمنين كبر التكبيرة، قرأ الحمد والسورة. ذهب الإمام إلى الركوع، بعد ذلك سجد أمير المؤمنين: أجركم الله. قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود، وإذا اللعين ابن ملجم رفع السيف وضرب الإمام على رأسه. أيوة إماما، وإذا بالإمام وقع على الأرض. قال: فزت ورب الكعبة.
وجبريل صار ينادي بين السماء والأرض تهدمت والله أركان الهدى تهدمت أركان الهدى تهدمت والله تهدمت والله أركان الهدى وانفصمت العروة الوثقى قتل علي المرتضى هذا الصوت دخل إلى كل الكوفة وإذا بالإمام الحسن والحسين جاءوا يركضون إلى المسجد دخل الإمام الحسن شاف الإمام أمير المؤمنين ممددا على الأرض بهذه الحالة الإمام ينزف دما إجى الإمام الحسن وضع رأس أبيه في حجرة كان قد أغمي على أمير المؤمنين صار يبكي الإمام الحسن وقعت قطرات من دموعه على وجه الإمام الإمام أفاق من غشوته التفت إلى ولده شاف الحسن يبكي قال ولدي والله إنها الجنة لذلك الإمام الحسن من جانب والإمام الحسين من جانب آخر النساء الرجال طلعوا في الكوفة ضجت الكوفة الناس يندبون يرطبون على رؤوسهم أيوة إماما أيوة سيدا أيوة غريبا أيوة مظلوما أيوة عليا ضجت الكوفة بالبكاء الإمام توجه إلى الحسن والحسين أولادي احملوني احملوني أولادي حملوا الإمام أمير المؤمنين وين يودوا إلى الدار حملوا الإمام أمير المؤمنين مشوا به قليلا الإمام أمير المؤمنين قبل ما يوصل إلى الدار التفت إلى الحسن حسين أولادي اتركوني خلوني أمشي بروحي أنا وحدي أمشي التفت إليه الإمام الحسن قال له أبويا مش عليك بعيوننا أبويا أبويا ليش تمشي وحدك قال ولدي أنظر على الباب كأني أنظر إلى زينب ما أريد بنت زينب ما أريد بنت زينب تشوفني بهذه الحالة إله بيها زينب شافت أبوها الدماء تجري من رأسها لطمت على رأسها وهي تنادي وابتا وعليا الصدات نادت يا المجبلين هالشايلين وياكم منين اسمع عظم وصياح الصابين انا خاف ان جت العاد يا طيبين لما نسمع الحسن وحسين لما نسمع الحسن هلا بيك ابو الغيرة تبكي الليلة على امامك لما سمع الحسن وحسين صاحوا يا زينب يا زينب زيد لونين ابونا انطبر والراس ابونا انطبر والراس نصين أولا
لا يا سيدي يا ولا أو قوم قوم يا الله إيه يلا كل رهن يا سيدي أولا يا سيدي أولا أولا يا سيدي أولا يا سيدي شباب جواب جوابي لا يا سيدي نسأل وبقلوبنا الحزافة شلون راس الكون صاب وراسه نسأل اليوم فكر للمندهش والقلب من خوفه أصبح من خمش من هو هذا الرجف أركان العريش لوح يهل اللوح منه الجاسة لوح يهل اللوح منه الجاسة أولا يا سيدي أولا يا سيدي أولا إيدك إيدك أولا يا سيدي أولا يا سيدي لون وجه الكون هللا خطاف والسبب معروف سر الله اندزف صاح جبرائيل بالعلي وهتف ركن دين الله انهدم من ساسة ركن دين الله انهدم من ساسة أولا 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 يا سيدي أولا يدي غدر طاح لجان علم لو حرس وذاك محراب بدم الهام انترس غدر طاح لجان علم لو حرس وذاك محراب بدم الهام انترس مصطفى كان النفس والله يستر لو قطع انفاسه والله يستر لو قطع انفاسه اولا يا المرتضى اولا اولا المرتضى اولا وصف أشقاها شهر سف وطبار رأس أدقاها وأخو سيد البشار فارس الفرسان مع قولا غدار تنشد ومذهولة ظلت ناسة تنشد ومذهولة ظلت ناسة أولا يا سيدي أولا يا سيدي أولا أولا يا سيدي أولا سيدي أولا يا المرتضى أولا نازة تنشد والدمع من هاي هلي ناسة تنشد والدمع من هاي هلي شنه الجراح لك يا علي يا علي شنه الجراح لك يا علي لو انعنت روح صدقني ولي شيعي باسمك هبت ونوماسه شيعي باسمك هبت ونوماسه أولا يا سيدي أولا يا سيدي أولا أولا يا سيدي سيف المسمم ترس جسمك مرض سيف المسمم ترس جسمك مرض
ونالي بن ملجم شرى يد من غراض يا ابو الحيل الحيل من عندك نقاب وهذا درب الموت جدم داسه وهذا درب الموت جدم داسه اولا أولا يا سيدي أولا يا سيدي أولا أولا يا سيدي أولا يا المرتضى أولا يا المرتضى أولا يا المرتضى أولا يا المرتضى أولا الله يبارك فيكم أولا يا المرتضى أجركم الله عظم الله أجوركم أسأل من الله تبارك وتعالى بحق هذه الليلة العظيمة ليلة ضربة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن يقضي حوائجكم وأن يمن على مرضاكم بالشفاء اللي عنده هم عند غم هالليلة عد علي بن أبي طالب إن شاء الله ماكو واحد يبقى هم في قلبه إخوان اللي ما عنده مصحف ياخذ مصحف ياخذ قران الله يبارك فيكم تتهيئون اخواني الله يبارك فيكم الى برنامج هذه الليله هذه اللحظات كلحظات عرفات بل هذه الليله في تقرير مصير الانسان اهم من عرفات هذه الليله انا انزلناه في ليله القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر لذلك هذه اللحظات ثمينة في حياتنا هذه اللحظات الروايات عن رسول الله وأهل البيت أنه كل إنسان يتمكن أن يتدخل في مستقبله إذا الله كاتب لك شيء رب العالمين يشيل هذا الشيء يبعد عنك هذا الشيء بدعائك هذه الليلة وبالتوسل إلى الله وتخلي أهل البيت واسطة بينك وبين رب العالمين الحاجة اللي تريد هذه الليلة تصل إليها إن شاء الله وهنيئا لكم جاي هذه الليلة متوجه في دار أبي عبد الله الحسين تتوجه إلى الله تبارك وتعالى لذلك أخواننا احنا قبل ما نبدأ بالبرنامج مثل كل سنة نقرأ مناجات التائبين للإمام زين العابدين هذه ساعة للإنسان ولو يتعب فيها يتعب نفسه بس من أجل أن يحصل على أجر عظيم عند الله لازم الإنسان يشوف هذه اللحظات العظيمة والمهمة في حياتنا يغير يراجع نفسه يحسب أموره من جديد الإنسان يتذكر ذنوبه في هذه اللحظات ويطلب من الله التوبة يستغفر الله يقول إلهي نحن المذنبون إلهي هذه الليلة أنت قلت أدعوني أستجب لكم إلهنا جئنا في هذه الليلة لكي تقضي هذه الحوائج لكي تغفر لنا ذنوبنا إلهي سنة قابلة جاءت إلينا وأنا أتوجه إليك يا الله بحق أمير المؤمنين اللي مصيبته هذه الليلة مصيبة عظيمة لذلك أخواني اسجدوا بهذه الحالة اللي موجودين اسجدوا على الأرض بحالة سجود أقرأ لكم هذه المناجات وإن شاء الله يكون فيها توجه إلى الله تبارك وتعالى حتى إذا شوية أجسادنا نتعبها مو مشكلة خلي أتعب خلي أذب كم دمعة وكم عبرة بروحانية وخشوع نحن المذنبون إلى الله اليوم احنا متوجهين إلى رب العالمين نيالك الليلة انت جاي تعرف قدرك الله سبحانه وتعالى جايبك هالليلة لكي يغفر لنا جميعا اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي وجللني التباعد منك لباس مسكنتي وأماطق
قلبي عظيم جنايتي، فأحيي بتوبة منك يا أملي وبغيتي، ويا سؤلي ومنيتي، فوعزتك ما أجد لذنوبي سواك غافرا، ولا أرى لكسري غيرك جابرا، وقد خضعت بالإنابة إليك، وعنوت بالاستكانة لديك يا الله. فإن طردتني من بابك فبمن ألوذ، وإن رددتني عن جنابك فبمن أعوذ. فواسفاه من خجلتي وافتضاحي، ووالفاه من سوء عملي واجتراحي. أسألك يا غافر الذنب الكبير يا الله، ويا جابر العظم الكثير، أن تهب لي موبقات الجرائر، وتستر علي فاضحات السرائر، ولا تخلني في مشهد القيامة من برد عفوك وغفرك يا الله، ولا تعرني من جميل صفحك وسترك. إلهي ظلل على ذنوبي غمام رحمتك، وأرسل على عيوبي سحاب رأفتك. إلهي هل يرجع العبد والعابق إلا إلى مولاه، أم هل يجيره من سقط أحد سواه؟ إلهي إن كان الندم على الذنب توبة، فإني وعزتك من النادمين، وإن كان الاستغفار من الخطيئة حطا، فإني لك من المستغفرين. لك العتبى حتى ترضى، إلهي بقدرتك علي تب علي، وبحلمك عني اعف عني، وبعلمك بي ارفق بي. إلهي أنت الذي فتحت لعبادك بابا يا الله، إلى عفوك سميته التوبة، فقلت توبوا إلى الله توبة نصوحا، فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه؟ إلهي إن كان قبح الذنب من عبدك فليحصل العفو من عندك. إلهي أنا بأول من عصاك فتبت علي، وتعرض لمعروفك فجدت علي، يا مجيب المضطر، يا كاشف الضر، يا عظيم البر، يا عليما بما في السر، يا جميل السر.
ستر استشفعت بجودك وكرمك إليك وتوسلت بجنابك وترحمك لديك يا الله فاستجب دعائي ولا تخيب فيك رجائي وتقبل توبتي وكفر خطيئتي بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي العافو إلهي العافو أنت وربك يلا يلا الباب مفتوح. إلهي العافو إلهي العافو إلهي. تذكر ذيك اللحظة يخلون الإنسان بقبره شي يصير بالإنسان لمن يوضع بقبره ها ذكر يخلون الإنسان في الجنازة يأخذونه إلى قبره شي يقول الإمام زين العابدين فمن يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبري لم أمهده لرقدتي ولم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي وما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري وأرى نفسي تخادعني وأيامي تقاتلني وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت فما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي يا الله أبكي لخروج نفسي أبكي لظلمة قبري أبكي لضيق لحدي أبكي لسؤال منكر ونكير إياي أبكي لخروج من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي إذ الخلائق في شأن غير شأني أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه أطلب حوائجك من الله. يا الله يا الله اللهم عجل لوليك الفرج يا أرحم الراحمين يا دليل المتحيرين يا الله. يا الله يا الله بارك الله فيكم. تهيئوا إلى برنامج رفع المصاحف إن شاء الله هذه الليلة حتى بعد الانتهاء من المجلس قدر المستطاع الإنسان من أعمال هذه الليلة 100 مرة تقول اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين 100 مرة اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين وأيضا الاستغفار وذكر الله تبارك وتعالى 1 يعني هالليلة إذا بقيت الليالي ما يتوفق لصلاة الليل هالليلة لا يترك صلاة الليل 11 ركعة عندك 8 ركعات مثل صلاة الصبح ركعتين بركعتين 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 تنوية صلاة الليل عندك يبقى 3 ركعات ركعتي الشفع وركعة الوتر ركعتي الشفع تقرأ في الركعة الأولى الحمد بعدها قل أعوذ برب الناس والركعة الثانية الحمد قل أعوذ برب الفلق انتهيت تبقى ركعة واحدة تقرأ الحمد
وثلاث مرات قل هو الله أحد، ومرة يقول أعوذ برب الناس، ومرة يقول أعوذ برب الفلق، بعد ذلك ترفع يدك بالقنوت. هذا مقام العائد بك من النار، هذا مقام العائد بك من النار 7 مرات، بعد ذلك 70 مرة أستغفر الله وأتوب إليه. هذا مستحبة، وأن تدعو وتستغفر 40 مؤمن من الأموات الأحياء، يقول اللهم اغفر لوالدي لوالدتي، تعدد إخوانك أخواتك أصدقائك أقربائك علماء مؤمنين أي واحد، وبعد ذلك 300 مرة إلهي العافو العافو العافو. طبعا إذا واحد ما يقدر بعض فقرات همات مو مشكلة، ولكن خلي نحيي هذه الليلة، يعني مو مشكلة إذا أنا اليوم أسكر موبايلي، ماكو مشكلة، ماكو مشكلة إذا أسكر الواتساب وأقعد اليوم وأفرغ نفسي إلى الله، أبتعد عن أي شيء. هذا ذكر الله وهذا الاستغفار إن شاء الله ينفعنا في يوم القيامة. افتحوا المصاحف، افتحوا المصاحف، خلوها أمام وجوهكم. هذا كتاب الله. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بكتابك وبكتابك، اللهم إني أسألك بكتابك وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار. اطلبوا حوائجكم إلى الله. يا الله يا الله، اللهم عجل لوليك الفرج. يا الله، اللهم عجل لوليك الفرج. اطلبوا حوائجكم الى الله، ان شاء الله مقضيه. خلوا المصاحف على رؤوسكم. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم، فلا أحد أعرف بحقك منك 10 مرات بك يا الله، بك يا الله، بك يا جميعا، بك يا الله، 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 بك يا إلهنا، بمحمد، 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 يا الله، بمحمد، 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 بمحمد صلى الله عليه وآله. إلهنا، بشيبة أمير المؤمنين المخضبة، بمظلومة، بمظلومية علينا، إلهنا، بحق أمير المؤمنين، بمولى الموحدين. يا الله، بهذه المصيبة العظيمة علينا، إلهنا، بعلي، علي عليه السلام. يا الله، مولانا
صلات يا فاطمة يا أم الحسن والحسين عليها السلام. ود قلبك عند المدينة إلى تلك القبور المهدمة جاءوا بإمامكم الحسن ليدفنوا عند جده رسول الله. بنو أمية ضربوا جنازة إمامكم بسبعين سهم. لما فتحوا الجنازة وإذا بسهم أصاب جسد الإمام. بعد وين؟ ودخلت عليه زينب. دخلت عليه شافت أخوها يرفض كبده في داخل الطش. جاء الإمام الحسين نظر إلى أخيه الحسين صار يضمه إلى صدره ويبكي. بس الحسن شي يقول له؟ يقول له أخي حسين لا يومك يا أبا عبد الله، لا يومك يومك يا أبا عبد الله. زينب شافت الطشت هذا وطشت آخر شافت في رأس الحسين. ويزيد بيده خيزران ويضرب بها شفتي أبي عبد الله. توصل بهذا الإمام بكريم أهل البيت إلى أنا بالحسن يا أبا عبد الله يا غريب كربلاء. عندك اشتياق تكون عند الحسين، تجلس بالحضرة أمام ضريح الإمام الحسين تقول له بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. هم عندك هات تروح تقعد بالحرام وتتذكر ها خيام الحسين شلون شلون وجت بالنار، وبنات رسول الله يطلعون من خيمة إلى خيمة وهن ينادين وإماما وحسينا يفترن خوات حسين من خيام لعد خيام. كل خيمة تشب بنار طلعن ضربن لهم والسجاد جو سحبا وما ظلت بالكفر شيمة. الله يرزقك
زيارة الحسين، لا تنسى الليلة زيارة الحسين. قل له صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يسمعك الحسين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. سيدي أشهد أنك ترى مقامي وتسمع كلامي وترد سلامي يا حسين. ثلاث مرات يا حسين، يا حسين، يا حسين، يا أبا عبد الله. للموت ما ننساك سيدي، لا تنسانا أبا عبد الله. إلهنا بالحسين، 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 بالحسين عليه السلام. تذكروا إمامكم زين العابدين لما أخذوه إلى الشام، فتحوا السلاسل والجامعة وإذا بالدماء تجري من إمامكم زين العابدين سلام الله عليه. إلى نام بعلي بن الحسين، بعلي بن حسينه عليهما السلام. إلهنا بمحمد بن علي، بمحمد بن علي، بمحمد ابن علي عليهما السلام. إلهنا بجعفر ابن محمد، 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 بجعفر ابن بجعفر ابن محمد، بجعفر ابن محمد عليهما السلام. يا باب الخوارج، يا موسى بن جعفر، يا شيعة يا موالين، إمامكم موسى بن جعفر 25 عاما مسجون من طامورة إلى أخرى. في يوم رفع يده إلى السماء قال: إلهي خلصني من سجن هارون. ما مرت الأيام، الإمام خبر ابن سويد قال: قل لشيعتي يوم الجمعة على جسر صافة. ابن سويد خبر الشيعة: يا شيعة، إمامكم يوم الجمعة الموعد على جسر الرصافة. الشيعة مبتشرون، إمامنا سيخرج من السجن. اجتمعوا عند الجسر، فتح باب السجن، وإذا بأربع من الحمالين حملوا إمامكم وهم ينادون: أيها الناس، هذا إمام الرافضة، هذا موسى بن جعفر، السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير، ذي الساق المرضوب بحلق القيود.
يا موسى بن جعفر يا باب الحوائج يا موسى بن جعفر حوائج يا موسى يا الله إلهنا بباب الحوائج موسى بن جعفر إلهنا بموسى بن جعفر بموسى بن بموسى بن جعفر 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 عليهم السلام. يا علي بن موسى الرضا يا أنيس النفوس أروح فدول اسمك سيدي يا شمس الشموس أيها المدفون بأرض طوس خلي قلبك عند الإمام الرضا. آه مولاي هذه الساعات منتصف الليل أنت وسيلتنا إلى الله يا علي بن موسى الرضا يا مولاي إلهنا علي بن موسى عليهم السلام. يا جواد الأئمة أصغر الأئمة رحل شهيدا إمامنا الجواد يا باب المراد إذا ذهبتم إلى الكاظمية هنالك باب المراد مراد باب مولاي محمد الجواد إلهنا بمحمد بن علي بمحمد بمحمد ابن علي بمحمد ابن علي بمحمد ابن علي بمحمد ابن علي عليهم السلام إلهنا بعلي ابن محمد جميعا بعلي ابن محمد 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 عليهم السلام. سامراء توجه إلى إمامكم العسكريين إلى الإمام الحسن العسكري والد إمام زماننا يا شيعة يا موالين هنيئا لكم عدكم هالأئمة تتوصلون بيهم. آه يا الله جميعا شباب ها إلهنا بالحسن ابن علي 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 عليهم السلام. يا صاحب الزمان أروح فدول اسمك سيدي
يا إمام زماننا، تدرون يا موالين الليلة من يوقع على أعمالنا؟ إمام زماننا علي عزيز علي عزيز أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع منك ضجيج ولا شكوى إلى متى خطاب نصف فيك وأي نجوى يا ابن الحسن وين عشاق عشاق الحجة يا ابن الحسن يا مولاي يا ابن تسمعهم سيدي يا ابن العصر أدركنا فليس لنا ورد هني ولا عيش لنا رغد طالت علينا ليال الانتظار فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غد يا ابن أن يدعو لي بتعجيل الفرج أن يدعو لي بتعجيل الفرج يا شيعة الحجة نساء رجالا شيوخا أطفال الكل ادعوا لإمامكم بالفرج ضاقت من الدنيا يا ابن الزهراء أيها المنتقم يا صاحب الزمان سيدي إلينا نظرة حاشاك سيدي يا صاحب الزمان حاشاك الموالين المؤمنين نساء رجال ينادوك ما تسمعهم هالليلة منتصف الليل تاركين كل أمورنا وجايين إلى هذه الحسينية شنقول يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا مولانا يا الله إلهنا بالحجة 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 عجل الله تعالى فرجه الشريف. اطلبوا حوائجكم إلى الله نيال اللي حضر والله وفقه، ترى هذا توفيق كل واحد من عندكم نساء رجال، الله موفقكم هذه الليلة، الله لما جايبك علشان يستجيب دعائك. اطلبوا إلى الله، الله تدري شي يحب من عبده؟ يطلب بتذلل بخشوع بنوراني. ادعوا لتعجيل الفرج يا الله،
ادعوا لأهلنا في البحرين، ادعوا للمؤمنين للمسلمين أينما كانوا، ادعوا لجميع الناس لجميع المسلمين. الله يجعل هذا البلد بلد أمن وأمان، يجعل بلاد المسلمين أمن وأمان يا الله. يفرج عن كربتكم، عن همومكم، عن أحزانكم يا أرحم الراحمين يا الله. يا الله ارفعوا أيديكم إلى السماء، شيل المصحف إذا صعب عليك، ارفع يدك إلى السماء بكل تذلل. بسم الله الرحمن الرحيم. كاشف السوء يا حبيبا من لا حبيب له، يا طبيبا من لا يا الله، يا راحما من لا راحم له، يا مغيثا الراحمين. إلهنا يا حميد بحق محمد، ويا علي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين، وبحق التسعة المعصومين من ولد الحسين. فرج عنا يا الله إلهي منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا
قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي وين الموالي يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل العجل العجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآل الطاهرين إلهنا تقبل منا هذا القليل بأحسن قبولك وابعث إلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان الفاتحة مع الصلوات.